طيب عم يصور ها جهاريك هاي رح نضيحك منها هيك يا سيدي هاي عمك بده يجي معي يصور المركز الثاني عمان يا حيو تكتب لي ضبط هذا الحكي هيك صارت الحشه اللي بدك يا جورج بقول له على هي حشه يعني هي حشه والله حيو انت تكتب لي ضبط لا لما بدي اعزم حدا جعب بحب اللي هو اللي انت حبيت انك تكوني معك انا عزمه